قال سامح شكري وزير الخارجية إن الوزارة رصدت تصريحات تركيا تتحدث عن فتح قنوات حوار واتصال مع مصر. وأضاف شكري خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم أن مصر دائما تحرص على استمرار العلاقات بين الشعبين المصري والتركي، والوضع السياسي يرتبط دائما بمواقف الساسة في تركيا، خصوصا بعد المواقف السلبية التي اتخذوها تجاه مصر. وقال شكري إنه لا تواصل بين البلدين خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالا حقيقية من تركيا وأهدافا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقات الطبيعية بين البلدين، مشيرا إلى أن الأقوال لا تكفي وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أي علاقات إلى وضعها الطبيعي. حول هذا التصريح أو هذه التصريحات نرحب عبر خدمة سكايب من بروكسل بالدكتور وليد درويش المستشار السابق في المفوضية الأوروبية. دكتور وليد برحب بك. مساء الخير يا أستاذ تامر. أهلا بك. ربما في الأيام الماضية بدأ الحديث يعني يتزايد حول التقارب المصري التركي، حول الاجتماعات المتبادلة المغلقة السرية بين البلدين، تصريحات علنية من وزير الخارجية التركي، من الرئيس التركي نفسه تحدث عن العلاقات مع مصر، وأخيرا لكن لم يكن هناك أي رد فعل أو أي إشارة من الجانب المصري بشكل رسمي إلا اليوم. اليوم يتحدث وزير الخارجية لأول مرة عن هذه الأنباء أو هذا التقارب المزعوم. كيف ترى هذه التصريحات وإلى ما تشير؟ طيب، العلاقات المصرية التركية فيها ملفات متقاطعة، سواء كانت في ليبيا سواء كانت في غزة المتوسط، وما يشاع عن وجود توترات شديدة في العلاقة بين مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، حتى فيما يختص بالخط الغاز الجديد المفروض يبقى طوله 1900 كيلومتر، وتم بشكل غريب إقصاء مصر من التفاوض عليه أو التحدث عليه. يعني هناك أيضا هناك ما يشاع أن هناك نوع من الخلافات على تحديد هوية الشركات اللي ستقوم بالتنقيب. بتدعي تركيا أن مصر قد راعت الجرف القاري بتاعها وهي بتجهز لملف العطاءات على التنقيب. فهناك ملفات متقاطعة، ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك نوع يمكن يكون على مستوى ليس عاليا من الحديث بين مصر وتركيا. وأنا إذا وزنت بين التصريحات التركية والتصريحات المصرية فيؤسفني أني كمجتمع دولي أثق بشكل أكبر في التصريحات التركية بعد كم البيانات والتصريحات التي أتتنا من الخارجية المصرية في خلال الأسبوع إن لم يكن أكثر من ذلك الماضي. فلعل هناك نوع من المفاوضات الهادئة، ومصر لا تريد في هذه الفترة أن تصرح عنها. طب توقعاتك للمستقبل بقى دكتور وليد، لأنه الإشارات متباينة ومختلفة ما بين الترحيب والترحيب الفاتر والرفض الكامل، بتشوف يعني طبعا لما تقعد فترة طويلة 7-8 سنين في مشاكل كاملة وتراشق طوال الوقت مع دولة ويبدأ ملامح للتقارب، طبيعي انه ده ما يجيش في يوم وليلة وان ده يحصل على مراحل ويحصل كمان بهدوء حذر من الطرفين. لكن بموجب مراقبتك للمشهد كده، تتوقع المستقبل في العلاقات المصرية التركية يروح لفين؟ طيب، في عالم مثالي لابد أن تتواصل مصر وتركيا لأنهم عسكريا القوتين الأكبر في شرق المتوسط. هنالك نوع من التضاد في المواقف، حيث تتحالف مصر مع روسيا، وهناك دائما نزاع وهو نزاع تاريخي وقديم بين روسيا وتركيا. هذا يضعنا في موقف غريب قليلا، لأنه تركيا تظل عضو في الناتو، والتسلل الروسي للمياه الدافئة وهو حلم روسي قديم من أيام روسيا القيصرية، فقد تسللت وأصبحت موجودة فعليا ولها قواعد في سوريا. وروسيا
تعمل على أن يكون لها شيء من التواجد في ليبيا. وتركيا هي حجر عثرة أمام هذا التمدد الروسي في شرق المتوسط. في نفس الوقت مصر وتركيا يتنازعان بالذات بعد توتر العلاقات بينهم على وضع سيطرتهم في شرق المتوسط، وتتحالف مصر مع روسيا، فهذا يزيد من الطين بلة أحيانا. إنما في نهاية الأمر لابد أن يكون هناك حد أدنى من التفاهم بين مصر وتركيا في الشرق المتوسط، وإلا أمورا كثيرة سيحدث بها الكثير من الخلل. طب إلى أي مدى بتربط هذا التقارب ومن قبله التقارب الخليجي القطري والمصري القطري بالأحداث اللي بيتم هندستها في المنطقة حاليا، وبالتحالفات الجديدة اللي بيتم تشكيلها، وبالإدارة الأمريكية الجديدة والأنباء عن طريقة تعاملها مع دول زي مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية؟ إلى أي مدى بتربط الحاجات دي ببعضها، وبالتالي نبدأ نستشرف المستقبل سواء في علاقة أمريكا بمصر وبالدول الأخرى، لكن إحنا في هذه الحالة يعنينا مصر طبعا، أو بعلاقة مصر بالآخرين اللي هم كمان عندهم مشاكل مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ شوف أستاذ تامر، الشرق الأوسط والشرق المتوسط لعشر سنوات الآن به الكثير من التوترات والبؤر الساخنة التي ساهمت بالفعل في زعزعة الحالة في الشرق الأوسط، وأثرت على دول أوروبا، ملفات اللاجئين مثلا على سبيل المثال من ناحية، ومن ناحية أخرى استمرار الوضع المأساوي في اليمن وعدم الاستقرار الأمر في سوريا، عدم استقرار الأمر حتى في العراق، ما زالت التوترات مع إيران قائمة. هذه المنطقة هي برميل بارود مشابه لبرميل بارود البلقان في بداية القرن العشرين. وأظن أن من مصالح جميع الأطراف أن تهدأ الأمور قليلا، لأن هذا التوتر الزائد عن الحد طول الوقت في منطقة أكبر منطقة في العالم بشكل على بعضها إنتاجا للغاز وللبترول، التدخل الناعم من الاتحاد الأوروبي والإشارات لست أريد أن أقول الغامضة، ولكن هناك الآن عندما خرج الرئيس بايدن وقال في وزارة الخارجية أمريكا إز باك، لقد عادت أمريكا، فهي كانت رسالة ورسالة قوية جدا موجهة لكل الأطراف بما فيها روسيا بالمناسبة. فمن مصلحة الجميع أن يهدأ الأمر قليلا في الشرق الأوسط والشرق المتوسط، لأنه برميل بارود إذا انفجر سيهتز العالم كله له. فالجميع يعمل على تهدئة الأمور قليلا في الشرق الأوسط، وأظن أن كل الأطراف العاقلة في المنطقة سيؤدي عملهم إلى هذه النتيجة بشكل أو بآخر. طيب يعني كان في اشارات ايضا في حديث وزير الخارجيه عن التقرير اللي صدر من 31 دوله، والتصريحات اللي صدرت من الخارجيه الامريكيه، وملف حقوق الانسان اللي بدا انه ربما يتحول في الايام القادمه الى ملف ساخن على الساحه المصريه. هناك اهتمام عالمي ملموس وواضح به منذ وصول بايدن الى البيت الابيض. يعني كيف تقيم أو كيف ترى أن الإدارة المصرية السياسية ستتعامل مع هذه الضغوط، وإلى أي مدى يمكن أن تستجيب لها، أن تفتح الأمور نسبيا، تحسن حالة حقوق الإنسان اللي عليها كثير من علامات الاستفهام في السنوات الماضية؟ لدينا كمصر، ودعني أتحدث من وجهة نظر مصرية بحتة، لدينا تحديات سواء على مستوى مفاوضات سد النهضة، استقرار الأوضاع في ليبيا، لدينا قضايا اقتصادية وتحديات حقيقية موجودة في مصر. وأظن أنه بتصاعد تلك الضغوط وهذا البيان الذي وقعته أهم لعلهم من أهم 31 دولة في العالم، بيتميز بالقليل من الخشونة، خشونة زائدة عن ما سمعناه قبل ذلك. في 25 يناير ذكر ملف الحقوق في مصر أيضا بالقليل من الخشونة من
مجلس وزراء الخارجيه للاتحاد الاوروبي، العالم يتحرك نحو تهدئه واصلاح النظام الليبرالي العالمي الذي عانى كثيرا في ال4 سنوات الماضيه. سيكون هناك الكثير من الضغوط، وتتعرض مصر لضغوط اخرى على مستويات اخرى في قضايا اخرى كما ذكرت لحضرتك. فاظنه من الحصافه السياسيه، واتمنى ان يكون ظني في محله، ان تبدا الاداره المصريه بتهدئه الاوضاع. واظن انه من اسخن المواقف مواقف المعتقلين او المسجونين في مصر، لانها مواقف صاخبه الحقيقه. فلعل إذا اتجهت الإدارة المصرية لهذه التهدئة سيعلي من أسهمها في المساهمة في إعادة إصلاح النظام الليبرالي العالمي، والتي يتبناها بايدن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور وليد درويش، المستشار السابق في المفوضية الأوروبية.